ايوه اخيرا يا شباب ويا بنات، اني راح اروح لابني الاندرمان الرينبو الصغير. اي اني عندي ابن الاندرمان الرينبو. اوكي طبعا ابني قال لي يا بابا من ترجع للبيت جيب لي تليفون جديد، واني جبت له هذا الايفون. شباب بنات ما شاء الله. اوكي والله ابني راح يفرح كلش لان اني جبت له اندرمان، اقصد جبت له ايفون اسطوري. يلا يلا خلي اخذ الايفون لابني. وين البيت مالنا؟ او هذا البيت هنا انا موجود. اوكي اوكي يلا الحمد لله والشكر. هسه ابني يفرح لان راح يصير عنده تليفون جديد. اي واصدقاء الاندرمان البقيه ما عندهم تليفونات جديده. اوكي يلا يلا يا حبايب الاساطير خلي اروح لابني. ابني الاندرمان الصغير. هاي شنو؟ هاي شنو؟ ابني الاندرمان الرينبو لا يكون صار له شيء. أني أخاف شباب بنات على ابني وأحبه كثير، ولأن أني أخاف عليه مخلي كثير أبواب حتى أحميه من الوحوش والأشرار حتى ما يقتلونه أو يخطفونه. أوف حسبي الله ونعم الوكيل. أوه هاي رسالة. يا ساتر لا يكون ابني الإندرمان الرينبو الطفل أو الصغير انخطف وهذا الخاطف الشرير. لحظة هذا دايموند. لا يكون اندرمان الدايمود اللي خطف ابني. إيلان اني وياه متعاركين بيناتنا مشاكل كثيره. اوكي اوكي خلينا نكمل نشوف شنو المشكله شباب بنات. اوكي طبعا قبل لا نشوف شنو المشكله احب اقول لكم كل عام وانتم بالف خير بمناسبه شهر رمضان المبارك. واللي يحب شهر رمضان او اللي يحب او اللي راح يصوم يضغط لايك، واللي ما يصوم هم يضغط لايك. اوكي يلا خلينا نشوف. بسم الله نشوف شنو اللي صاير. مكتوب هنا اني اندرمان الدايمود. اي والله العظيم توقعت هذا اندرمان الدايمود الغبي دائما يسوي لي مشاكل. اوكي اني اندرمان الدايموند خطفت ابنك الغبي. ابني لا ابني الرينبو. والله العظيم اني راح انتقم، بس خليني اشوف شنو اللي راح يصير. اوكي خطفت ابنك الغبي، واذا تريد تنقذ ابنك لازم تروح البيت جويسم. هذا منو جويسم؟ جويسم جويسم اني ما اعرف شخص اسمه جويسم ولا اعرف البيت مالته وين. خليني اكمل القراءة. واذا تقول للشرطة راح اقتلك. اسمه لحظة يعني يقول لي اذا تقول للشرطة ابني انخطف راح يقتلني لو شنو؟ اوكي واذا تقول للشرطة راح اقتل ابنك يلا بسرعة لا تتأخر. يلا يلا خلي انقذ ابني خلي انقذ ابني. بس وين بيت جويسم؟ اوكي اوكي وين بيت جويسم؟ اكو رسالة ثالثة. هاي لحظة لازم تروح لجويسم. اوكي من جويسم؟ جويسم موجود فوق او فوق منصة الاعدام الكبيرة. اعرف هذا المكان منصة الاعدام. يا ساتر يا ساتر يا شباب يا بنات ابني. لا لا يا ساتر ابني دايمود الرينبو، اقصد ابني اندرمان الرينبو. خلي اتبع هذا الدايمود. يا ساتر خلي اروح لمحطة القطارات. والله العظيم يا اندرمان الدايمود يا ويلك من عندي راح انتقم منك اشد انتقام. يلا 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 بسرعة يا حبايب الأساطير خلي أخذ لي عربة أو ما أحتاج عربة. هاي هنا المنصة موجودة شباب بنات. إي والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ابني كان حلم حياته يحصل هذا الجوال الجديد، بس هذا الجوال الغبي شو أسوي بي أني؟ أوف لازم أروح أعطيه لابني ولازم أحقق له حلمه. أوه لازم أنقذ أول مرة. إي طبعا تشوفون هاي البناية العملاقة الكبيرة هاي هي منصة الإعدام. إيه هي المنصة مال الإعدامات الكبيرة اللي دائما يقتلون بها الأشرار والمخالفين للقانون. يلا وصلنا يلا يا الله شنو هذا المكان الخرافي؟ أول مرة أشوفه أني. أوه هذا منو؟ لحظة هذا منو الشخص؟ يا ساتر يا ساتر شباب بنات يلا خلي نروح ونتأكد شنو اللي جاي يصير هنا. السلام عليكم. اهلا اهلا يا اندرمان الرينبو. اهلا عمو جويسم.
ايه اني خلاني هنا اندرمان الدايموند وقال لي راح يجي اندرمان الرينبو ولازم تخليه يخسر بهاي المهمات حتى تقتل ابنه ضد الاندرمان الطفل الرينبو. لا 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 ما اريدك تقتل ابني، الله عليك قل لي ابني بخير لو لا. ايه حاليا ابنك بخير وسلام، احنا سجناه دخلناه بالسجن. اذا تريد تنقذ ابنك يا اندرمان الرينبو يعني شغله بسيطه، عندك 3 مهمات هنا. المهمة الأولى هي تروح البيت الرينبو مال صديقك الاندرمان تسرقه، والمهمة الثانية تروح لمحطة القطارات اكو هناك شي نادر تسرقه، لازم تسرقه. والمهمة الثالثة انه هي لازم يا اندرمان الدايمود الغبي. لا لا قصدي اني مو اندرمان الدايمود، اني اندرمان الرينبو. ايه المهم عندك المهمة الثالثة يا اندرمان الرينبو المستنقع. شنو قلت؟ ما افتهمت يا اخي، انا ما اعرف اقرا عربي، انت اقراها. اوكي المستنقع، المستنقع قصدك هذا اللي هنا يخوف هذا. ايه يلا اسمعني، انت جاهز المهمات لولا حتى تنقذ ابنك الدايمود الغبي هذا الرينبو الغبي؟ اكيد جاهز. يلا سوي اول مهمة هاي اللي هنا بسرعة. اوكي يلا يا ساتر يا ساتر. المهمة الاولى بيت الرينبو. ايه يلا روح اسرق بيت الرينبو وتعال. اوكي شباب بنات يلا يلا يا شباب يا بنات يلا، خلي اروح اسوي المهمة هاي وارجع لكم. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، والله المهمة صعبة شكلها. اوف يا شباب ويا بنات، اني الاندرمان الرينبو الطفل الصغيرون المسكين، هذا الاندرمان الدايمود الشرير خطفني وقال لي راح اقتلك اليوم. والله اني مشتاق لبابا كثير، هسه شلون شباب بنات؟ هاي شنو مفتوح؟ وات؟ لحظة، هذا المكان مفتوح؟ واو فرصتي، خلي اهرب من هذا المكان او السجن. يلا يلا خلي اهرب يا شباب ويا بنات. يلا يلا خلي اهرب. من وين اطلعاني من وين؟ اوكي ما ينفتح شباب. انفتح. انفتح. اوكي شباب بنات. واو اوكي هلا والله شباب بنات. اوكي من وين اروح؟ من هنا. هذا شنو اللي موجود هنا؟ انا بيا مكان ما اعرف شباب بنات. اوكي خلي اشوف يمكن اكو شخص هنا يساعدني. هذا الشخص منو؟ السلام عليكم عمو. يا ساتر شلون قدرت تغادر السجن؟ منو انت؟ انا المساعد الرئيسي مال الاندرمان الدايمود، يلا ارجع لمكانك لو هسه اقتلك، يلا ارجع. لا انا اريد بابا، اريد بابا الله عليك. قلت لك ارجع لمكانك لو هسه اخلي ابوك يموت، اقتلك قدامك واقتلك بعد، افتهمت؟ يلا ارجع بسرعة قبل انت تسبب مشكلة. اوكي خلاص راح ارجع. يلا ارجع لا يزعل من عندك، انت اندرمان الدايمود وقتلك. شباب بنات اندرمان الدايمود ترى شرير، اني اخاف. بابا الله عليك انقذني يا بابا. خلي اسد الباب حتى ما يمسكوني. اوكي شباب بنات يلا خلي انزل. اوكي خلي سد. سديت الباب بالغلط. اوكي انفتح. اوكي شباب بنات بعد ما يفتح الباب. لا هسه بابا كوني انقذني، بابا ساعدني ارجوك. يلا يا شباب ويا بنات اني تاخرت. اي خلي اروح اسرق البيت مال الرينبو. هذا البيت مال الرينبو مال صديقي الاندرمان الرينبو الاسطوره، اذا يعرف اني صديقه راح اسرقه راح يزعل، بس مجبور لازم انقذ ابني الاندرمان الرينبو. اي والله ابني المسكين الصغير. هذا صندوق شنو بيه؟ ما اعرف شنو هاي الابواب فائدته. خليني اشوف بيت الدايمود. بيت الدايمود فارغ شباب بنات، بيت الرينبو. خليني نكسر هاي البلوكه شباب بنات. اوكي هذا هو البيت مال الرينبو مال صديقي الاندرمان الرينبو الاسطوره. اوكي احنا اساطير طبعا عائله الرينبو. ماي جاد البيت مال تحلو. اوكي يلا خليني نشوف شنو هنا بالصندوق. هاي شنو؟ اول مره اشوفها، لا اله الا الله.
شنو هاي؟ طبعا شباب بنات، احنا حاليا بشهر رمضان المبارك. احب اقول لكم كل عام وانتم بالف الف خير بمناسبة شهر رمضان، ويا رب ينعاد عليكم بالصحة والعافية والسلامة، ويا رب تحقيق الاماني ان شاء الله. ايضا اللي هسه مستمتع بالمقطع يضغط لايك، وان شاء الله شباب بنات كل يوم الساعة 1 أو 2 الظهر بتوقيت العراق والسعودية ينزل فيديو بقناة اوجل اسطورة. يلا يلا لتقول لتقول هسه انا من وين اغلق قادر. اوه منك اوكي، يلا يلا خلي نكمل المهمة هاي حتى ننقذ ابني. ايه لازم نكمل المهمة هاي، والله العظيم اني مشتاق لابني. قال لي بابا اريدك تجيب لي جوال جديد، واني والله العظيم استلمت الراتب مالي 10 حبات دايموند واشتريت هذا الجوال، يعني صرفت كل الراتب مال شهر كامل على مود اشتري جوال لابني، وبالاخير ما اشوف ابني. اوف يلا يلا اني ما راح ازعل يا شباب ويا بنات، اني ثقتي بالله كبيره كلش، والحمد لله والشكر على كل حال. اوكي وان شاء الله راح ننقذ ابني باذن الله يا شباب ويا بنات. يلا تعال يا غبي يا غبي. اوه هذا من؟ اهلا اهلا، هيا هيا يلا بسرعه. يا ساتر، مع منو كنت تتكلم؟ لا لا ماكو شيء ماكو شيء، بس ابنك حاول يهرب واني حذرت انه اذا يهرب مره ثانيه اقتله. اه ابني؟ ليش ابني؟ وين مخبئينه؟ قل لي حتى انقذه. لا 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 كمل مهماتك واقول لك وين ابنك. اوكي راح اكملهن. هاي كملت المهمه الاولى، اقصد ولك يا غبي هذا شنو؟ اقصد كملت المهمه الاولى، هاي كملتها تشوف هاي القطعه جبتها ما اعرف شنو. اوكي هسه عندك المهمه الثانية، يلا روح كمل المهمة الثانية اللي هي محطة القطار. بسرعة روح لمحطة القطار، تلقى هناك صندوق فوق بالسقف موجود على البلوكات السوداء، سرقه وتعال بسرعة. ها اوكي 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 يلا انتظرني هنا. يلا بسرعة لا تتأخر لا اقتل ابنك. اوكي يا ربي ابني المسكين اليتيم الوحيد، والله العظيم هذا الشخص شرير كلش 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 يا شباب وجبنات. اوه ساني اذا انزل اوه والله العظيم توقعت راح اموت، بس ليش جيت من هنا حتى اخذ لي عربه واروح على السريع حتى ما تتاخرون. وي اه لا 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 اوكي ما لحقت اضربه. شلون اني جالس شباب بنات؟ او ماي جاد. اوكي يا شباب ويا بنات شلون اني موجود هنا. اوكي يلا الحمد لله والشكر على كل حال من الاحوال، راح اروح وانقذ ابني ان شاء الله. يلا يلا يلا. أوه. أنا كنت هنا أنا موجود، إي والله العظيم. هاي شنو اللافتة؟ لحظة أنا ما قريت هاي اللافتة. شنو؟ مستحيل تنقذ ابنك. شنو مستحيل تنقذ ابنك؟ والله العظيم راح أنقذه. أوكي أوكي خلينا نتبعه. لا 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 لا. أوكي رجعي يا عربة رجعي. هاي شنو الرسالة؟ أوه بالإنجليزي. أنا ما أعرف إنجليزي مو قوي. أوكي رجعي يا عربة. أوكي أكو عربة. أوكي هذا الصندوق شنو بيه؟ لا اوه هذا الصندوق اللي بالسقف. قال شنو هاي؟ كريسماس كريسماس تري. اوكي شجرة الكريسماس. اوكي شنو فائدتها؟ والله العظيم ما اعرف شباب بنات. اوكي خلينا نوديها، يمكن هي القطعة المفقودة. والله العظيم اني ما اعرف يا شباب يا بنات. أنا بصراحة بديت أشك بالموضوع وأخاف. يا رب يا رب يطلع هذا الشيء صحيح وأنقذ ابني. يلا يلا شباب بنات، بس أنا ما أعرف شنو راح يسوون بشجرة الكريسماس هاي، شكلهم يردونها بعد بالعيد مال الفطر يا شباب ويا بنات. يلا يلا خلي أنزل. أوكي نزلت، مع سلامة عربة. أوكي يلا خلي أوديها واروح انقذ ابني. يعني انتم متخيلين احنا عندنا 3 مهمات، المهمة الأولى كملناها الحمد لله والشكر بشكل صحيح، هسه بقت عندنا المهمة الثانية وأيضا كملناها تقريبا، يعني راح نكملها. أوكي المهمة الأولى يا شباب يا بنات كانت هي سرقة بيت الرينبو. وين بيت الرينبو؟ هذاك الموجود هناك تشوفونه، بيت صديقي سرقناه الحمد لله والشكر، بعدين أعتذر من عنده. وهسه جبنا هاي القطعة الثانية اللي هي كريسماس تري تري، يعني شجرة. أوكي يلا يلا جبتها. اوه وين شجرة الكريسماس؟ يا ساتر هلا والله بالشجرة السحرية. اوه لا هاي مو شجرة سحرية، شوف لا هاي سحرية انت ما تعرف شنو بيها، خليها بمكانها بسرعة. اوكي خليتها سبعت شنو بقى عندنا؟ اوه لا انت خليتها بالمكان اللي الصحيح لو الخطأ تأكد. هنا أنا مكتوب محطة القطار، اي هاي من محطة القطار جبتها. اوكي بقت عندك المهمة الأخيرة، جاهز إلها؟ اي اي هاي المهمة الأخيرة اللي هي المستقبل
المستنقع، المستنقع اللي صاير خلف القرية. أوه هذا المستنقع اللي صاير هناك، مو هو، لو مو هو. إي بس مو من هاي الجهة، من ذيك الجهة اللي هناك باتجاه القرية. تشوف القرية اللي هناك موجودة من ذاك الاتجاه. أوه يعني لازم أروح لهذا المكان، شو أسوي؟ هناك أكو صندوق، أريدك تلقاه فوق الأشجار ذني، تبحث عنه وتجيبه، لأن هذا صار له شهر نبحث عليه وما لقيناه. بسرعة. ها أوكي يلا ليتس جو شباب بنات، ليتس جو. تعال ارجع يا غبي ارجع. ها يا ساتر، شنو شكو؟ بصراحة أني راح أنطيك خبر حزين، ابنك قرر، يعني إندرمان الدايموند قرر يقتل ابنك، يعني نجحت بالمهمات أو فشلت قرر يعدمه للأخير. أوه يا ساتر، لا لا الله عليك لا تعدمون ابني، والله العظيم راح أكمل المهمات. لا لا خلص الوقت، بعد ما تقدر تكمل المهمات لأن أنت تأخرت علينا كثير، ابنك للأسف راح يموت إن شاء الله بعد 5 دقائق. لا الله عليك، والله العظيم مستعد أسوي أي شيء تطلبونه من عندي، بس لا تقتلون ابني الإندرمان الطفل، والله العظيم عمره 7 سنوات بعد صغير. الله عليكم لا تقتلونه، الله عليكم شباب بنات، الله عليكم ساعدوني. أوف يا ساتر، والله العظيم أنا حزنت عليك وصرت حزين. خلاص اني ما راح اخلي اندرمان الدايموند يقتل ابنك، بس اذا تريدني اساعدك بهذا الشيء وما تريد ابنك يموت، هسه لازم انت وكل المتابعين تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات وتكتبون بالتعليقات انقذ اندرمان الدايموند. يلا بسرعة. اوكي شباب بنات، اوكي قصدك اندرمان الطفل الريمبو مو؟ اي يلا بسرعة. اوكي شباب بنات، لا 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 راح اموت راح اموت. اوكي شباب بنات، يلا يلا يا حبايب الاساطير، يلا يلا يلا. اوكي خلي ابقى هنا لحد ما يخلص المطر. اوف شباب بنات الله عليكم، هسه اللي يريد من عندكم كلكم تضغطون لايك وتشتركون بالقناه وتفعلون جرس الاشعارات وتكتبون بالتعليقات انقذوا طفل الريمبو. اوكي انقذوا طفل اندرمان الريمبو، يلا شباب بنات حتى ابني انقذه واعيشه احسن عيشه واعطيه الجوال هذا مالته اللي كان حلم حياته. اوكي خلي انتظر المطر يخلص. اي اعتقد حاليا خلص المطر. اوه اي والله العظيم خلص المطر. اوكي يلا يلا خلي نروح. شنو كانت المهمة؟ اه المستنقع اللي موجود بالقرية. طبعا القرية هاي بيها يقولون لعنة مدري شنو، استغفر الله، بيها يعني اشباح وشياطين واني اخاف. اخاف. يلا يلا مو مشكلة خلي نروح وندخل. طبعا هسه تتساءلون ليش اني الوجه مالتي على شكل قوس قزح او الرينبو او الالوان وظهري ما بي الوان؟ السبب يا شباب يا بنات، يعني بصراحة شلون اقول لكم السبب، بس يعني اني من صار عندي طفل يا شباب يا بنات كنت مجبور اعطيه جزء من الالوان مالتي او الرينبو، فاعطيته الجزء اللي كان خلف ظهري يعني الصبغ مالتي، وهسه اني فقط من الامام يعني. اي افتهمت قصدي. تمام شباب بنات، شلون ندخل هسه؟ أو راسي ما يقد هنا أنا. أوف يا ربي شلون راح ندخل هسه يا شباب يا بنات، شلون راح أدخل هسه؟ أو لا 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 لا، شلون راح أقدر أدخل يا جدعان؟ أوكي راح نكسر هاي. أوكي ما حد يعرف شباب بنات، مو تفضحوني وتقولون أني سارق أو مجرم. لا 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 أني مو سارق ولا مجرم الحمد لله والشكر، بس إجيت أنقذ ابني. أوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم، شنو بالصندوق؟ أوكي عربات ليتس جو. أوكي موجودة ابني، أقصد موجود الش اسمه اللي شو يسمونه المستنقع من هذا الاتجاه أعتقد. إيه من هذا الاتجاه شباب بنات. أوه هنا أنا هم لازم نكسر لنا وحدة، والله العظيم حياتي صعبة صارت. اوكي شباب بنات يلا على الاقل راح ننقذ ابني. اوكي يلا يا شباب ويا بنات، يلا يا اساطير. اوه ايش صار هاي؟ اوه انكسرت. اوه لازم نفتح الباب هسه، حسبي الله ونعم الوكيل يا شباب يا بنات. وين هذا الليفر مدري شو يسمونه؟ اوكي شلون هسه راح نفتح الباب؟ اوكي لازم نسوي. اوه والله سويت. اوكي سويتها. اوه والله سويت، اني محترف بماينكرافت. اوكي نفتح الابواب كلهن حتى نقدر نطلع ونرجع يا شباب ويا بنات. يلا يلا اوكي الحمد لله والشكر، هذا هو المستنقع. اوه خنازير،
هذا هو المستنقع مثل ما جاي تشوفون الشباب بنات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم راح ندخل بالمستنقع. بس يا قارب ناخذ حادي بعدي كرومبي زبادي قالت امي عدل العشرة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي خلنا ناخذ هذا القارب. اوكي خدعتكم خدعتكم سويت نفسي راح اخذ ذاك القارب. اوكي اللي مشيت عليه يكتبها بالتعليقات، واللي يعرف هاي السالفة انه اني دائما اسويها واخدعكم واخذ الشيء الثاني يكتب بالتعليقات. اوكي يلا يلا خلينا وات والله المهمة سهلة توقعتها صعبة. اوكي اوكي ايش راي ما اقدر ادخل والله الحياة صعبة هنا يا شباب يا بنات. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم خلينا ننزل هسه. شلون نصعد شلون نصعد لهذا والله صعد. لا 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 شباب بنات محاولة ثانية. يلا بسم الله الرحمن الرحيم والله صعدت صعدت. يلا يلا بسم الله واو صعدت اني واخيرا. يلا جاهزين حتى نفتح الصندوق ونقول بسم الله. 3 2 لا اوكي لازم من هنا. اوكي يلا مو مشكلة. 3 2 1 شنو هاي شنو هاي شباب بنات؟ والله العظيم ما اعرف. اوكي اوكي مو موضوعنا هذا. صح خلينا نودي المهمة هاي. اوكي طبعا انا اتدمج من الماي تشوفون. يمه اوكي اوكي خلي اوديها خلي اوديها باسرع وقت ممكن يا شباب ويا بنات. يلا 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 خلي اوديها واقول نجحت بالمهمة. اوكي يلا ليتس جو ليتس جو. اوكي اوكي الحمد لله والشكر. اوكي اوكي هلا والله. اوكي هلا والله الحمد لله والشكر يا شباب ويا بنات اني نجحت بهاي ال شو اسمها المهمه. يلا ليتس جو ليتس جو يا شباب ويا بنات. يلا بينا يلا 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 يا شباب ويا امشي يا عرب امشي. اوكي هلا 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 اوكي الحمد لله والشكر راح انقذ ابني واخيرا. اوكي يلا بسم الله الرحمن الرحيم مع السلامه عربة. اوكي اني فرحان اليوم كلش 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 يعني كثير. اوكي للي يسال او كلش على قولة اهل بغداد. هيا سطر وين كنت؟ هاي هاي كملت المهمة. بسرعة ودي هالمكانها بسرعة. اوكي اوكي يلا يلا خلي اودي هالمكانها مثل ما قال لي عمو جويسيم. اوكي خليتها بمكانها. اوكي حاليا انت جاهز حتى اقول لك وين ابنك؟ واخيرا راح انقذ ابني. قل لي وين ابني؟ ابنك موجود بالغرفة الثلجية هناك بالطابق الثاني. انزل الطابق الثاني وتلقاه. متأكد ابني هناك؟ متأكد. يلا روح انقذ ابنك ومبروك عليك انت حاليا انقذت ابنك. بس اللي اريده من عندك انه تهرب من هاي المدينة وما تبقى هنا، لان اني قلت الاندرمان الدايمود انه قتلت ابنك، فلازم تهرب وما تفضحني وتقول انه اني خدعت اندرمان الدايمود، لان راح يزعل من عندي ويقتلني ويقتلك ويقتل ابنك. لا لا خلاص خلاص شكرا لك عمو لان ساعدتني. مع السلامة. يلا مع السلامة. يلا روح شوف ابنك. اوكي شباب بنات الحمد لله والشكر خلي اروح انقذ ابني. شكله هناك موجود بهذا الطابق الثاني. اوكي الحمد لله والشكر يا شباب ويا بنات. فا اوكي شباب بنات وصلنا لنهاية المقطع، شكرا على المشاهدة، لا تنسون هسه اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، وايضا تابعوني على الانستغرام، رابط حسابي مال الانستغرام موجود بالوصف، كل يوم راح نسوي لكم مسابقات رمضانية واسئلة حلوة، واللي يجاوب على كل سؤال يربح جائزة خرافية، اللي يحب يشارك بالمسابقات الرمضانية يتابعني على حسابي بالانستغرام، رابط حسابي مال الانستغرام بالوصف، وما احب اطول عليكم اكثر وبس مع السلامة. باي باي. ها خلي انقذ ابني بابا. هلا والله شباب بنات. ها يلا خلي انقذ ابني احسن لي.